داكم إذا بتميزوهم يعني أوكي بتتعرف عليهم اليوم بكرة بجوز ما تعرفهم أو بعد نص ساعة بجوز ما تعرفهم. عشان هيك بعد ما ننهي الفقرة في فقرة أخرى مرتبطة رح تكون كيف نميز بالتوائم وإلى ما ذلك من خلال البرنامج. إحنا اليوم موضوعنا عن الأمورتين الشاطرات دوما سارة صبحي أبو سريس وسندس صبحي أبو سريس عشان تكونوا برضو عارفين هون سارة وهون سندس وعلى بتعرفوا كيف مميزين بعض حاطين كلادة وكل واحدة حاطة الاسم الخاص لإلها علشان ما تصير أي خربطة. طبعا سارة وسندس جاءوا خلال فترة سابقة إلى تلفزيون الفجر الجديد من خلال مدرسة بنات شويكي الأساسية للبنات اللي منوجه لهم التحية للأستاذ خلود ولمديرة المدرسة. كان هنالك مبادرة ومسابقة الصحفي الصغير شاركوا في دورة من خلال تلفزيون الفجر وأثير فجر أف أم ورح نتعرف شو استفادوا وشو تعلموا وكيف عكسوها للمدرسة وكيف مقضين عطلتهم وإلى ما ذلك. وكان لهم لقاءات سابقة لأنهم من أعتقد البيت الأزرق اللي حكينا فيه مش ناسية المنزل الأزرق. طيب نبلش أولا وسارة. سارة احكينا عن تجربتك في مبادرة الصحفي الصغير في تلفزيون. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا. الآن أنا الطالبة سارة طبعا نلتقي في هذا اليوم الجميل في الصباح المشرق ومع زقزقة العصافير وتوأمي سندس الصبحي أبو سريس. طيب يعني سارة شو استفدت من المبادرة؟ أكيد أختي سارة راح تقدم لكم عن دورة الصحفي الصغير بنبذة مختصرة. يلا. بدأت فكرة الصحفي الصغير من خلال فوز المدرسة في العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية على مستوى المحافظة وتم استغلال هذه المواهب والقدرات للفوز على مستوى الوطن. نعم. واستكمالا لهذه الأنشطة قامت مديرة المدرسة وارتأت فقامت بتصميم وعمل هذا النشاط. ست عايدة أبو شمط قامت بعمل هذه الدورة الصحفي الصغير. طبعا تم تلبية دعوتنا من قبل تلفزيون الفجر الجديد مشكورين طبعا واللي تابعتنا اللي تابعونا ودربونا وتعبوا معنا وكرسوا الجهود المخصصة لنا ووفروا الوقت الجيد لنا. سارة أكيد أصبحت تأثيرات إيجابية بعد ما شاركنا في دورة الصحفي الصغير ممكن توجهها لأعزائنا المشاهدين؟ أكيد تأثيرات إيجابية عديدة منها الجرأة وتقوية شخصيتنا كمان أخذ معلومات عن مثلا مهنة الصحافة وكسر حاجز الخوف وصقل الشخصية. سندس ما هو رأيك في التحديات والصعوبات التي واجهناها في الصحفي الصغير؟ طبعا هي كانت تحديات بسيطة ولكن بدعم المدرسة مديرة المدرسة ست عائدة أبو شمط ومتابعتنا ست خلود صباح وتلفزيون الفجر وشكرا لكم. العطلة الصيفية قصير كتير رغم قصرها لازم نستغلها عشان هيك منكم بأعمال منها يا سندس. احنا منكم استغلال العطلة الصيفية منها قراءة القرآن الكريم وحفظ عدة أجزاء منه وعدة صفحات وتثقيف نفسنا من خلال قراءة القصص والكتابة والتأليف. شكرا لك. طيب يعني ما شاء الله أنتم محضرين الوضع مسبق تفاجأت فيه على الهواء خلص يعني هم استلموا زمام الأمور. لكن في الحديث يعني بدنا نروح شوي أنا بدي أسألكم هسا تمام كيف سقلت شخصيتكم؟ حكيت إنه سقلت شخصيتنا الدورة كيف صار هذا الموضوع؟ إنه الصحب الصغير إنه بتميز إنه بيعطينا قوة شخصية يبطل عنا خوف وبصير عنا جرأة وقوة في الكلام والحديث وما منخاف يعني لما نلقي أو نحكي عادي بيكون عندنا شخصية قوية. طب هنا سندس حكيت إنه أنتوا تأثرتوا إيجابيا في المدرسة يعني إنه اللي اكتسبتوه هون صقل الشخصية صار في المدرسة. كيف صار بالمدرسة؟ يعني لما أنتوا دربتونا على دورة الصحفي الصغير عملنا لقاء مع المديرة في المدرسة وكان لقاء كتير ناجح ووقفنا وراء الكاميرات كان لقاء أوله كنا خايفين بعدها لما مارسنا هاي الموهبة صار عندنا قدرة أكتر إنه نقدم إنه نكون صحفي صغير. طب إيش الأسئلة اللي سألتوها للمدير في المدرسة؟ يعني كانت جريئة هاي الأسئلة اللي سألتوها إيش كانت؟ يعني سألناها حديثينا عن مواقف ظريفة حصلت معك أو حديثينا عن تحديات أو صعوبات
حصلت معك في المدرسة؟ كم سنة لك في الخدمة التربوية؟ كم سنة لك في هذه المدرسة؟ كيف انطباعك عن المدرسة ومعلماتها؟ شو صعوبات تواجهها؟ طب قبل ما رحتوا على المدير وقلنوا يلا بدنا نبلش المقابلة وبدنا نحاور وإلى ما ذلك، اشتغلتوا مع بعض على التحضير؟ على أكيد التحضير أكيد. زي ما تعلمتوا حضرنا وقسمنا الأدوار واشتغلنا مع بعض، كنا نتدرب طبعا، متابعتنا المعلمة ستدخل وتطبح. طب بدي أسألكم سؤال والسؤال مشترك، يعني مين الأصعب، هل إني أعمل المقابلة ولا أحضر للمقابلة؟ أنتوا بوجهة نظركم أعمل المقابلة أسهل. أسهل يعني التحضير هو الأصعب؟ ليش أصعب؟ لأنه بدك تقسم الأدوار وتعمل أسئلة وتحضري، أما المقابلة خلاص حدا يسألني وحدا أجاوب عادي، يعني خلاص هو العملية سرد لما تم التحضير له. طب سندس العطلة الصيفية، هي مش صيفية، شتوية يعني فترة بسيطة لكن بالإمكان أنه الواحد يستغلها. حكيت القرآن، كم وصلتوا حفظ أجزاء في القرآن؟ إحنا بنحفظ عدة أجزاء، نبدأ من الورق، من الورقات اللي بنتي فيها القرآن من وراء الجزء الأخير. احنا تقريبا احنا حافظين كلية الجزء الأخير. طب وفي قراءة كتب أخرى؟ أكيد. إيش؟ احنا مشاركين بمكتبة البلدية ونذهب إليها يوميا، بس اليوم ما رحناش عشان عندكم جايين. اليوم عندنا. طيب كم تقريبا كتاب يعني معدل بتنجزه خلال هذه الفترة؟ أنا أول إشي بالخامس أنجزت 75 كتاب أو قصة. وبالسادس بحاول أقرأ كتب وألخص كمان. طب إيش نصائح عفوا، إيش نصائحكم للأطفال اللي بأعماركم حاليا عطلة؟ ممكن بيحكوا لي بدنا نرجع نقرأ إحنا هلأ كتب، ما إحنا يدوب خلصنا المدرسة قبل يومين، نرجع نقرأ كتاب؟ بيحكوا إنهم بدهم يلعبوا بدهم يطلعوا إلى مثالي، مقسمين وقتكم صح بحيث إنه في لعب في قراءة في دراسة في تعلم، شو بتعملوا بيومكم؟ منقسم وقتنا مثلا، احيانا نصحى بدري واحيانا يعني احيانا بدري واحيانا لا، منقسم وقتنا. فمثلا نصحى الصبح بنصلي، بنساعد امنا، بنرتب اغراضنا ومنرتب امورنا، بدنا نطلع مثلا على المكتبه، بنجهز اغراضنا ونطلع على المكتبه، بنرجع بنتغدى مع اهلنا مثلا، بعديها بنبلش نحفظ اجزاء من القران، بعد ما نخلص بنصلي، وبعديها بنقعد مع اهلنا بنشوف بدهم اشي بدنا اشي منهم، بنسالهم اذا بدهم اشي، بعديها بنصير نتحدث مع بعضنا طبعا، اذا ضل وقت بنروح نقرا قصص او نتخرف مع بعض او نحكي مع بعض. طب مين الشخصيه اللي حابه تقابليها انت كساره تعملي معها مقابله؟ يعني لو حاليا اتيح لك انه سؤال انه مثلا عبد الله مثلا حابب والله يقابل مثلا كذا شخصيه، مثلا ممكن رئيس، ممكن صديق له، ممكن رئيس بلديه الى ما ذلك، انت كساره مين حابه تقابلي تعملي معاه مقابله صحفيه؟ انا احب اقابل رئيس فلسطين. طيب سندس؟ اكيد احب اقابل مدير التربيه والتعليم ورئيس فلسطين. يعني كل الاحترام لجهودكم وان شاء الله بنتمنى لكم النجاحات المتتاليه، ورح نعملكم تستات قادمه ان شاء الله ونسهل لكم بعض الامور. اشكركم التوأم ساره وسندس صبحي ابو سريس على تواجدكم من خلال برنامج طلة فجر.